لبنان بلد إنتاج وتمرير لأنواع عديدة من المخدرات، سجون، مصائد إدمان. هذا هو عالم المخدرات في لبنان. أنا شغل ما عم بقدر أشتغل، والواحد يقعد ما يعمل شيء وما يقدر يشتغل وما يقدر، هذا بيصير بينجر لك هذا شغل. كل إنسان بينزل على الشارع مثلا بيجرب سيجارة بيجرب حبة بيدمن عليها. أحيانا في أشخاص كتير عنا ممكن يكونوا فقط عم يلجأوا إلى التجربة، فللأسف القانون يتعامل معهم وكأنهم مدمنين. سياسات الدولة بلبنان هي التي تقتل أكثر من الإدمان.